المصرية. صناعة المعرفة ده أمر مهم جدا، ويمكن هرجع لحضرتك باهتمامنا تحديدا بسوق السيارات الكهربائية وده هيعمل إيه في السوق. ولكن دكتورة خليني أسألك، هل اللي شفناه امبارح ده من مستوى الطلبة ومن مستوى تنظيمي للسباق وكل العوامل اللي حصلت امبارح، هل نقدر نقارنه بالمستوى العالمي في نفس السباقات أو نفس شكل السباقات أو الطلبة وصناعة سيارات الكهرباء؟ لأنه خليني اعيد تاني واقول انه طلبه الجامعات المصريه هم اللي مصنعين العربيات دي من الالف الى الياء. نعم. طيب، هو الحقيقه لو احنا هنتكلم على المسابقات المشابهه دوليا، فان ما كناش ايكوفالنت او بالظبط زيهم، فاحنا يمكن بنتفوق على كتير من المسابقات اللي بتقام في العالم، لان يمكن رالي السيارات المصريه ايفر اولا هو بقى خبره سنوات كثيره ورا بعض. احنا امبارح كنا بنشوف الفيرجن الخامس من الرالي، فبعد خمس تجارب اكيد كل تجربه بيتم يعني تطوير الاليات المسابقه والالمنتس اللي بنسابق عليها وكل الكلام ده. الحاجه الثانيه ان الحاجه اللي يتفوق فيها ويمكن بيتميز بيها رالي سيارات ايفر عن اي مسابقه مشابهه في العالم انه بيبقى رحلة. الرحلة دي مدتها سنة. احنا مش بنيجي نقول للولاد هاتوا منتج نهائي اللي هو العربية الكهرباء وتعالوا تسابقوا شوفوا مين اللي هيكسب. لا، احنا بنعمل عملية تأهيل كاملة للطلبة وبناء قدرات. فالهدف الاساسي بيبقى ان الكل يبقى في الاخر كسبان. لو ما كسبش جايزة اولى او تانية او تالتة، لو ما كسبش الجايزة في قطاع معين من قطاعات المسابقة، فهو كسب معرفة وتعلم وعلاقات وتيم بيلدينج وحاجات كتيرة جدا خلال السنة دي، فهو في الآخر خارج بفايدة كبيرة قوي ما كانتش عنده قبل ما يبدأ المسابقة. بيدخلوا تاني بعد كده حتى لو ما كسبوش بيفضلوا يدخلوا تاني. أول ما بيدخل مرة، الحقيقة هي زي ما بتكون إدمان، هو حاول مرة وما حققش حاجة قوي المرة دي عشان أول مرة وبيتعلم، المرة التانية هيدخل تاني والتالتة. يمكن كان مثال لده جامعة حلوان. في جامعة حلوان أسوة حسنة. تالت تاني وبعدين أول، فدي كانت يعني دخلوا قبل كده من ثلاث سنين خدوا تالت وبعدين تاني وبعدين أول السنة امبارح أول، وكانوا يعني حاسين إحنا بننافس على الأول. وأنا فاكرة لما اتكلمت معاهم قبل السباق قالوا لي لو في أكتر من الأول هناخده المرة دي، فهم كانوا يعني الحقيقة متحمسين جدا. ويمكن ده اللي خلى معالي الوزير امبارح السؤال حضرتك بالظبط، انه اعلن ان ان شاء الله الفيرجن السادس من المسابقة هيكون فيرجن دولي، لان خلاص احنا بقى عندنا من الخبرات ومن القدرة ان احنا نستضيف طلبة العالم كلهم في مصر عشان يتسابقوا هنا، وعلشان الجوائز تطلع من مصر، وعلشان يبقى رالي السيارات ايفر هو مسابقة دولية كل طلبة العالم بتتطلع انها تشارك فيها وانها تاخد جوائز فيها. وده طبعا هيعلي الكومبيتيشن جدا وهيخلي مستوى الفرق اللي بتشارك مختلف. فان شاء الله من السنة الجاية يبقى اول فيرجن دولي لايفر.